مرحبا بكم مشاهدي شوف تيفي في هذه الحلقه المباشره اللي غنخصوها لموضوع الانتدابات الصيفيه، طبعا مع نهايه الميركاتو مع منتصف الليله الماضيه. كذلك فغنحاولوا نسلطوا الضوء على بلاغ نادي الوداد الرياضي بخصوص فتح الانخراط في النادي. ولهذين الموضوعين طبعا يحضر معنا ويرافقنا عبد الرحيم الوزني المنخرط والمرشح السابق لرئاسة نادي الوداد الرياضي. سي عبد الرحيم مرحبا بك. اهلا وسهلا بكم واهلا وسهلا بمشاهدي قناة شوف تيفي. سي عبد الرحيم نحاولوا نسلطوا الضوء، طبعا غترافقنا باش نطلعوا اكثر على الميركاتو الصيفي اللي تجرى خلال هذه السنه بشكل استثنائي بسبب جائحه فيروس كورونا المستجد. الليله الماضيه فتم اسدال الستار على الانتقالات مجموعه من الانديه الوطنيه، فهي قامت بعدد من الانتدابات، شفنا انتدابات حتى لاخر الساعات واللحظات من الميركاتو. سي عبد الرحيم حاول تقربنا من القيمه الماليه وكيفاش شفتي المبالغ اللي تم بها التعاقدات خلال هذا الميركاتو. بدايه هو انه التاثير ديال الجائحه كان يعني واضح للعيان خلال الموسم الماضي، وكان عنده تاثير كبير على مجرى البطوله، وهذا ما تترتب عنه كذلك انه له تاثير حول الميركاتو الصيفي اللي حاليا كنسميوه، مازال كنسميوه الميركاتو الصيفي لانه هكذا يجب ان يسمى ولو انه جاء في الفتره هذه. التاثير هذا كان عنده يعني اثر بليغه على السوق من جهه، علاش كنقول اثر بليغه على السوق؟ لانه تاخرنا فيه، والسوق ملي كتاخر فيه الاثمنه كتطلع طبعا. هذه الاثمنه هذه اللي كتطلع راه المرض ديالها ماشي مرضها ماشي للحاله الوبائيه اللي كنعيشوا الان، ولكن هي تاتي في سيروره زمنها، تاتي في واحد السيروره لم تراقب ولم يعني تضع لها حد للمراقبه من جهه، ومن جهه ثانيه للردع، اقول مدى للردع، لان هذا المسلسل ديال التضخم المالي في سوق الانتدابات هو تضخم اللي نقراوه في السيروره التاريخيه ديالو، انطلقت مع مجيء عبد الاله اكرم على راس نادي الوداد، والذي كان له السبق في انه خلق هذه الطفره الجديده او هذا التضخم المالي في سوق الانتدابات. ونذكروا انه جاب فلوس وحينها سماوه باكراموفيتش وغلى الاثمنه ومشات بهذا الاسلوب بحال هكا. من بعد صارت المساله كانها سنه يقتدى بها، شفنا ان اللي جا من بعد منه جا من بعد منه محمد بودريقه وقال له عاوتاني كذلك انا غندخل للسوق اكثر منك، ومن بعد منه جا ابرون وقال له انا غندخل للسوق اكثر منكم، ومن بعد وصولا الى سعيد الناصري بالوداد اللي قال لهم ما كتعرفوش كلكم اجي نوريكم انا كيفاش كندير انتدابات. الان كنشوفوا لي كونسيكونس ديال هذه العمليه هذه، فهما دي كونسيكونس نيفاست سور البطوله ولا على الفرق الضعيفه اللي ما عندهاش امكانيات. هذه الفرق هذه من شانها انها تعاني، ماشي تعاني رياضيا ولكن تعاني نظرا يعني لضعف ذات اليد. فسي عبد الرحيم قبل انطلاق الميركاتو باسابيع فالكل كان كيتوقع باللي الانتدابات فهي غتكون على رؤوس الاصابع، غتقوم بهذه الانديه هذه، وحتى المبالغ الماليه فهي القيمه ديالها ما غتكونش كباقي انتدابات قبل الجائحه ديال فيروس كورونا. وحنا في خلال هذا الميركاتو فشفنا العكس. شنو السبب في هذا الامر هذا اللي ما جعلش الانديه رغم الجائحه ما قلصتش من المبالغ اللي كتخرج؟ خليني الجامعه غنجي لها هي من بعد هذه الفقره هذه غنجي لك الجامعه. الان كنشوفوا بانه رؤساء الانديه ولاو كيخضعوا للضغط ديال الجمهور، وضغط الجمهور كنشوفوا دابا انا في لي ريزو سوسيو الحوار ديالهم، لا كيخصو يجيب اللاعب فلاني، علاش ما جابش اللاعب فلاني، كاين حرب ما بين الانديه على اللاعبين والدسائس والمناورات وكذا، وطلع لي الثمن طلع لك الثمن وكذا وكذا، وهما شكون من كيضروا؟ كيضروا الماليه ديالهم. الان تكلمتي على الجامعه، الجامعه
انا غنقول لك واحد المساله فيها بصدق، وان هذه السنه هذه بالخصوص وعن طريق اللجنه ديال مراقبه الماليه اللي كيتراسها السي الطالبي كونترول لي جيستيون، قامت الجامعه او السي فوزي القجع خصوصا تحديدا قام بواحد العمل ذكي جدا، اعتبره انا ذكي جدا. لماذا؟ لانه اضاف لهذه اللجنه لعل السي الطالبي هو واحد رجل خلوق، رجل ديال القانون، رجل ديال الماليه، ما تنساش بانه هو اطار كبير في الماليه متقاعد وعنده سمعه طيبه ورجل رجل يعني خلوق جدا ومستوى عالي، يعني اطار دوله كبير. لكن كيبقى الجانب ديالو ديال انه ظريف بزاف، ماشي ذاك الانسان اللي ممكن عنده ذاك الوجه ديال الصرامه وتخرج العينين وكذا وكذا اللي كيخص في هكذا امور. فوزي القجع ملي شاف هذه المساله هذه كان عنده الحس واحد الذكاء يعني جميل جدا، وانه انتدب خبراء محاسبتيين من خارج اللجنه باش يطعم بهم هذه اللجنه هذه، وخلاهم هما يكونوا هما الواجهه مع الانديه. علاش؟ باش يكونوا عن شيء من الصرامه، وفعلا لاحظت فيها كاينه صرامه، وهذه الصرامه هذه حتى الذي اللي ما غادي يعجبوا الحال يعني غد الجواب غادي يكون سهل بالنسبه لفوزي القجع. انا اللجنه هذيك راها خارجيه على الجامعه، واللجنه حره وما عندي السلطه عليها، والديمقراطيه كتقتضي انها تكون حره، وبالتالي انا ما يمكن لي الا نمشي، يعني غادي نمشي بهذا الاسلوب بحال هكا. ولكن هذا هو الحل الوحيد عنده باش يفرض سلطه تلك اللجنه، يعني تلك اللجنه عندها سلطه كبيره، هي اللجنه اللي كتراقب ماليه الانديه. هاد الماليه هادي خليني نتوسع في هذا الطرف هذا من شيء ما، هاد المراقبه هادي لو كانت عندها النجاعه الكافيه اللي دابا الان فوزي القجع يهدف اليها، ما كناش نشوفوا هاد الفوضى هادي في سوق الانتدابات من سنوات مضات. لماذا؟ لان رئيس او نادي على الافلاس، يعني هو عشاف الافلاس وكينتدب 20 لعاب، كينتدب 12 لعاب، فين غادي؟ فين غادي؟ سنين 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 وسير بحال، فين غادي؟ الان كنعطيك مثلا عندي الكاك مثلا مؤخرا انتدبت حوالي 24 لعاب، كتلعب في دوزيام ديفيزيون، كتلعب تقريبا في وسط الترتيب. انتدبت 24 لعاب. المنازعات عندها بوحدها في الجامعه، منازعات القيمه عندها مليار و200، راس مالها 500 مليون، ميزانيه ديالها 500 مليون، عندها لي ليتيج داخل الجامعه فيها مليار و200، وانتدبت 24 لعاب. كي غندير ناهل لها هاد اللاعبين؟ عندك الكوكب حاليا لي ليتيج ديالها كيساوي ثلاثه المرات الميزانيه ديالها، اش من انتداب غندير ليها؟ وهذا ينطبق على الوداد، ينطبق على الرجاء، ينطبق على عديد من الفرق. اللهم استثناء، كاين بعض الاستثناءات اللي ممتازين شيئا ما، هما الفاتح هما الجيش هما شي حاجه من هذا القبيل، اما البقيه كلهم كيتخبطوا في هذه المساله هذه. اللجنه هذه الان انا كنقول لك المعلومه اللي عندي، وانها الى حدود الامس لم تصادق على هذه الانتدابات. لماذا؟ لان اللجنه اسبق لها بعثت واحد الرساله استفساريه الى هذه الانديه كتقول لهم نظرا للانتدابات اللي قمتوا بها اعطوني ضمانات على الماليه المرتقبه ديالكم، كيفاش غتحصلوها وشحال هي غتحصلوها باش ممكن ان تكون عندي واحد الرؤيه واضحه من اجل المصادقه على الانتدابات ديالكم. الانتدابات ديالكم الان انا كنقول لك الان لحدود امس انتهى الميركاتو، الاجوبه ديال الردود على هذه الرساله هذه فهي كتوصل تدريجيا، وملي غتوصل وتسالي على ضوء الاجوبه ديال هاد الناس اذا كانت مقنعه فاللجنه غادي تعطي الضوء الاخضر للجامعه من اجل المصادقه على هذه الانتدابات. الان الانتدابات على كف عفريت، انا كنقول لكم الانتدابات الان على كف عفريت. ما تنساش عاوتاني كذلك وانه ما كنا كنعيشوه في الماضي، الحاليه ماشي في الماضي غير حاليا، ما تنساش بانه كاين الشركه، كاين انديات اللي بغاو ينشئوا الشركات الرياضيه، وجات وزاره الشباب والرياضه كتعطيهم دعم ديال 7 مليون ديال الدرهم، كلهم تخلصوا فيها تقريبا، كلهم تخلصوا فيها، كلهم وصلاتهم. هذه ماليه ديال الوزاره كدوز عن طريق الجامعه، والجامعه كتعطيها للانديه باش ينشئوا الشركه اللي تدبر الفرع ديالهم. كنشوفوا بانه الانديه داروا شركات بمليار سنتيم،
وما كيحروا من ذاك المبلغ سنتيم تبقى للقانون 1795 اللي كيسير شركه الاس ا شركه المساهمه، ما كيحروا منه غير ربع 250 مليون وهما واخدين 700. فين مشات هذيك الفلوس؟ راه نورمالمون هذوك الفلوس ديال الدوله راه معمولين باش اننا ننميو بهم الماليه ديال الشركه باش تكون عندها ديك الشركه عندها النجاعه في العمل. عندك هذه كتذكرني بحال فيما سبق بحاله ديال لي سونتر دو فورماسيون، مراكز التكوين. مراكز التكوين الوزاره الجامعه كانت كتعطي فيهم 120 مليون سنويا. كان كيشد الرئيس وكينتهد بها. فين انت هو معطيها للتكوين؟ اذا ديك اللجنه ديال المراقبه الماليه كانت لتذهب لمساءله النادي حول ديك 120 مليون، فين مشات؟ فين مشات؟ لان اعطيتها كان من اجل التكوين، اين هو التكوين؟ الان لجنه المراقبه الماليه عليها ان تذهب كذلك ل 700 مليون اللي تعطاتني انشاء الشركه، تقول لهم فين مشات هذه الفلوس هذه الشركه؟ الشركه هي فلوسها فين؟ وما عندها هي كل راس مالها 250 مليون. فين مشات البقيه؟ سي الوزاني باش نغلقوا هذا الملف هذا ديال الانتدابات اللي قامت بها الانديه، كيفاش كتشوف انت يا المستقبل ديال الانديه خصوصا الصغيره اللي قامت بالمستقبل القريب ديال هذه الانديه والميزانيه ديالها اللي قامت بمجموعه من الانتدابات وانتدابات كثير؟ شوف بدا اولا يجب ان شوف في اي مجال اي مجال هناك شرطي يراقب. انا خصنا نسمي الاشياء بهذه مسمياتها، يجب ان تكون شوف غير في الشارع اذا ما كانش شرطي المرور راه كتوقع لهم بوطياج. المسائل القانونيه يجب ان يطبق، مسائل الردعيه يجب ان تتوفر. ما تنساش واحد المساله غنقولها لك هو انه الحق الرياضي دستوريا يؤول تدبيره الى وزاره الشباب والرياضه، هذه فصل من الدستور اللي كينص على هذا الشيء هذا. لكن في نفس الفصل ديال الدستور تقول بانه بتفويض من هذه الاخيره يعني وزاره الشباب والرياضه يؤول المجال التدبير الحق الرياضي للجامعات المختصه، كل جامعه عندها الاختصاص ديالها. وكنعطيها حتى الوسائل الردعيه لي مزور ديسيبلينير، بوكوا؟ من اجل اولا فرض تطبيق او تنزيل صحيح للقانون. إذا غاب تنزيل القانون صحيح القانون عمت الفوضى. هذه اللجنة ديال الطالبي أنا أعتبرها بأنها هي أقوى لجان تدبيرية في أمر كرة القدم الوطنية. يجب أن تحظى بديك الهبة وديك القوة، وأهم من هذا الشيء كامل ديك السلطة الردعية اللي خصها تكون عندها. لو ما كانت هذه شريف الله يخليك راه غادي نعيشوا الفوضى والفوضى والفوضى في السنوات المقبلة. الآن كنشوف رجع نقول كلمة كما قلت قبيله في حق فوزي قجع، انه الطريقه اللي كانت عنده باش يتفك من هذه المساله ديال طالبي كان ظريف، جاب ناس من برا اللي ماشي ظريفين نهائيا قويا يعني جبهه، وغادي يفرضوا هذه المساله هذه، والقجع حتى هو غادي يخرج منها بعيد يقول لهم هذيك لجنه مختص يعني مستقله لا سلطه لي عليها والديمقراطيه اقتضت ذلك. شكرا لك سي الوزاني على التوضيحات هذه بخصوص الجانب المالي والقانوني للميركاتو الصيفي. طبعا الميركاتو اللي تم استثناء هذه السنه هذه بسبب جائحه فيروس كورونا عفوا، واللي تسدل على الاستشار ديالو يوم امس. باش نمروا للبلاغ ديال نادي الوداد الرياضي، فنادي الوداد الرياضي فهو قام بفتح باب الانخراط من خلال ثلاثه ديال الصيغ. الصيغه الاولى فهي من خلال مبلغ مالي ديال 3500 درهم اللي كتيح الولوج للمدرجات المكشوفه عندما يكون الفريق مستقب بالميدان ديالو. الصيغه الثانيه فهي ب 7000 درهم وكتيح كذلك الولوج للمدرجات المغطاة، فيما الصيغة الثالثة فهي ب 20000 درهم وكتيح الولوج للمنصة الرئيسية، علما أن جميع المنخرطين فهم متساوون في حق التصويت في الجموع العامة. سي الوزاني فأكيد أن الهدف من فتح الانخراط بهذه الصيغ الجديدة هو فتح صفحة جديدة ما بين إدارة الوداد الرياضي والمنخرطين وجماهير النادي. بداية دعني أنني أوجه رسالة الآن نحن على الهواء إلى فصائل الوداد
والى جمهور الوداد، ولكن خصوصا فصائل الوداد، نقول لهم الان انا معكم على المباشر. هذه الفرصه هذه هي فرصه للحوار، فرصه اولا لتوضيح الامور. خادم الوداد هذا اللي قدامكم له من درايه ما يكفي من اجل تنوير ما غاب عنكم من معلومه. الان انا انتظر تفاعلكم، اسئلتكم، اي حاجه اللي ممكن ان عندكم فيها يعني قله معرفه، فانا هنا رهن اشارتكم اني نوضحها لكم. حبذا لو انه اتمنى منكم اخوان ديال فصائل الوداد انهم يدخلوا ويشاركوا معنا، لان هذه الفرصه هذه فرصه ممكن انها من شانها انها تنور بزاف ديال الامور وتعطيكم خارطه الطريق اللي غادي خصنا نمشيو جميع عليها من اجل الرفع من مستوى اولا المعامله فيما بيناتنا، ثانيا كيفاش نردوا على بعض الاساليب اللي كتحيط بالوداد، وهي اساليب انا اعتبرها تضليليه، وانا هنا باش انا نوضحها. دخلوا معنا، عملوا التفاعل ديالكم. الاخوان اللي جايين يسبوا نقول لهم بانه انا عندي وسائل ديال الرد راها قويه ديالي بالنسبه لي، وما كنحشمش فيها، وغادي نرد عليكم بنفس الاسلوب. ولكن الناس اللي باغيين يدخلوا بادب وباحترام ويسولوا، انا راه اشارتكم بتواضع. ان نجاوب على تفضل السؤال ديالك. الانخراط، جاء بلاغ ديال الوداد يتكلم على الانخراط، فتح انخراط مده شهر وثلاثه ديال السياغ. مرحبا، انا ما غنمشيش لهاد السياغ هادو. هاد السياغ هادو هي يعني شنقول لك انا، هو امر مضحك بالنسبه لي. لماذا؟ لانه الانسان اللي كتب داك البلاغ انا كنعرف الطريقه اللي كيفكر بها لان عاش معاه. هذاك الانسان هذاك اللي كيكتب هذا البلاغ، نذكركم به، راه هو اللي واحد النهار جبت واحد البلاغ ديالو وصلحت ليه بستيلو حمر وعطيته 2/10. اذا بغيت نخرجكم ديك الوثيقه هذه نخرجها لكم ديال البلاغ ديالو اللي صلحتها املائيا وعطيته 2/10. حتى هو دابا لا ميم شوز، نقدر نقول فيه لا ميم شوز. هاد الصيغه ديال 3500 درهم و7000 درهم، يا سيدي هذا كلام هراء، هذا كلام خاوي. ولكن السي الوزاني، هناك مجموعه ديال الوداديين كيشوفوا باللي هذه فرصه لفتح صفحه جديده ما بين جماهير، ما بين المنخرطين، وما بين اداره الوداد، صفحه جديده لاعاده. الله يخليك، غادي نجاوب واحد السيد سميتو عثمان. الوداد الوزاني اكبر واحد فيه 11. الله يخليك، الا عندك شي مستوى ديال الهضره ارقام هكا اجي نجاوبك عليه. اما المستوى ديال هذه الرداءة هذه، انت هو اقل منا. راه قبيله قلت لكم بانه اللي غادي يتكلم معايا بقله ادب غادي نجاوبه بقله ادب. السي الوزاري، باش نرجعوا للموضوع ديالنا، فمجموعه ديال الوداديين كيشوفوا باللي هذه فرصه لفتح صفحه بيضاء، صفحه جديده ما بين الجماهير الوداديه وما بين المنخرطين وكذلك اداره النادي من اجل اعاده هيكله النادي. فكيشوفوا باللي اداره ديال فريق الوداد الرياضي من خلال هذا القرار هذا اللي اتخذت، فهي ارادت فتح الباب نحو امام جميع الوداديين من اجل لملمه الشم. كيفاش كتشوف انت هذا التصور؟ كلامك جميل، كلامك جميل وقراءة يعني نظيفة، لكن الواقع شيء آخر يا سيدي. خليني نعطيك الواقع. الواقع هو أنه نجيك من الآخر، تفضل. ما كاين لا انخراط ولا محزنة. علاش السي الوزير؟ أنا نقول لك علاش. الله يخليك يا شريف، تذكروا معايا الجام العام ديال موسم 18/19 والسي الرئيس النادي الوداد الرياضي ديك الساعة فرع كرة القدم يقول ما يلي. جينا حنا قبل سولوا على الشركة وشي كذا من هذا القبيل، قال لهم قبل ما كانش عندنا القانون ودابا عندنا القانون، دابا القانون جبناه. هكا كي كيتكلم، عقلتوا عليها؟ دابا ما كانش عندنا القانون، دابا القانون عندنا، دابا حنا جبناه. صحيح الراجل ما عندوش مؤهلات ثقافية باش يشرح لكم بالصيغة القانونية أو بالمصطلحات القانونية أشنو كيقصد، لكن
المغزى هو هذا، ما كانش عندنا قانون جبنا القانون. انا ما كنلوموش، علاش؟ لان المستوى ديالو لا غالي، ما عندنا ما نديرو. ولكن خليني نكمل معك واحد النقطة. فالإدارة ديال الوداد الرياضي فهي انفتحت على مجموعة ديال 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 الأشخاص الكفاءات اللي قاموا بصياغة هذا 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 المشروع ديال الانخراط، من ضمنهم أشخاص شخص في اللجنة ديال القوانين والأنظمة داخل النادي هو السي أمين مداح، كذلك السي نورس هو منخرط بنادي الوداد الرياضي، أمين العناية رئيس جمعية وداد أكسيون، كذلك كاين عبد الرحيم صابر هو ممثل على قدماء اللاعبين، وكذلك ممثلين على أولترا وينرز طبعا الفصيل الودادي اللي دائما كيساند نادي الوداد الرياضي سواء في السراء أو الضراء. مزيان ساليتي العمس؟ تفضل. انا نرجع عند الهضره اللي هذا الشيء اللي قلتي كله انا ماشي هو الموضوع ديالي. انا نرجع للموضوع ديالي. انا قبل قلت الموضوع ديالي يا سيدي هو ملي كنا كنقولوا بان قالك جاب القانون. خليني نكمل معك باش تفضل. ملي قالك هو جاب القانون، اشنو جاب القانون جاب؟ انا قبل ما ندير الدرجه العام كان درجة من العام ديال المكتب المديري ديك الساعه كنا مازالين داخلين في قانون 687. اوكي. مشى هو دار الجمع العام ديال المكتب المديري مع الفروع، حي الفروع وداروا جمع عامه ديالهم وصدقوا على النظام الاساسي النموذجي المنبثق من 30/9 المرشور في 2016 مارس 2016 والذي بموجبه يتم تسليم الاعتماد من طرف وزاره الشباب والرياضه. هاد السيد هذا ملي قال لك ما عندناش قانون دابا جبنا قانون، شنو معنيته؟ انه دار الجمع العام ديال المكتب المديري وحيا الفروع وحيا المكتب المديري وخدا المحضر ديالو ومشى عند الوزاره وطلب الملائمه وعطاهم وشافوا بان العمل ديالو صحيح وعطاوه وخد الملائمه وعطاوهم المصادقه على الجمعيه ديالو بصفتها، اسمعني دابا مزيان، بصفتها نادي الوداد الرياضي متعدد الفروع. بهذه الصفه اضحت اليوم الجمعيه الوزاره تعترف بنادي الوداد. الوداد ما بقات ولات جمعيه وحده، ما بقى كاينش جمعيات اخرى، كاينه وحده سميتها نادي الوداد الرياضي متعدد الفروع. وهو اللي كيتراسو حاليا سعيد الناصري انطلاقا كنقول لك من الاعتراف اللي تعطات ليه من طرف وزاره الشباب والرياضه. بهذه الصفه، هذه الصفه لم يعد بدايه لرئيس ناصري ان يترأس فرع كرة القدم. لماذا؟ لأن المادة 8 من قانون التربية البدنية والرياضة تبدا 30/9، المادة 8 كتقول في الفقرة الثالثة ديالها كتقول لك الرئيس يعين رئيسا منتدبا عن الفرع. يعني الرئيس هذا المكتب المديري متعدد الفروع عنده الفروع بزاف، الباسكت هوند فولي اتليتيزم بين بونغ وكذا، وعنده الفوتبول. الرئيس يعين رئيسا منتدبا عن الفوتبول. ويمكن لهذا الأخير أن يكون أجيرا. لعلمكم يا السادة يا وداديين أن مكتب أن الوداد الرياضي لكرة القدم لم يعد له حتى المكتب في القانون، في القانون هذا مابقاش عنده حتى المكتب. المكتب ديالو يعينه الرئيس وبجانبه أمين مال، هادو جوج الناس اللي كاينين في الفرع. اما ديك الصيغه اللي كتعرفوا ديال كرة الكلوب دو فوتبول عنده الرئيس والامين المال والنائب والثاني والنائب، هذه راه ما بقاتش. هذه كاينه فاش؟ كاينه في الجمعيه الرياضي متعدده الانشطه اللي فيها ناصر رئيسان، وعاد كيشكل المكتب ديالو منين؟ من رؤساء ومنتخبي الفروع. خليني نكمل معك. عندنا واحد الاتصال السي الوزاني الا كان خليني غنكمل معك وديك الساعه ناخذ الاتصال. تفضل. من منتخبي الفروع، هاد الفروع هادو الاعضاء ديالهم هما اللي كيشكلوا المنخرطين ديال نادي متعدد الفروع. به هادو هما اللي كيشكلوا هاد. اما الان انخرط في غنخرط؟ غنخرط انا في مكتب المدير في متعدد الفروع، ما كنخرطش في الفوتبول. واللي كيخايل مع الدماغ ديالو بانه راه كيقولها، كيقول لك التصويت في الجموع العامه، علاش ما دارش الجمع العام في صيغه المفرد؟ علاش ما دارش الجمع العام في صيغه المفرد؟ علاش؟ دار الجموع العامه، اوكي هو حتى المتعدد الانشطه عنده جمع عام واحد. اما الوداد فرع كره القدم راه ما بقى عنده لا جمع ولا جمع عامين. ما بقاش عنده. وحتى الان هادو اللي كيقول لهم اجيو نخرطوا، يا سيدنا ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم. هاد الناس اللي كيقول لهم اجيو نخرطوا 3500 درهم وتجلس في رميجه
وإلا عطيتي 7000 درهم ننقلك واحد 10 متر تجلس حتى لا تريبون، وإلا عطيتي 20000 درهم نعطيوك الرسمية. فاش؟ في البطولة الوطنية. ولكن أنا يعني عطاهم الحق باش يصوتوا في الجمهور العامة. أش من حق؟ أش من حق؟ أنا يعني بغيتو هاد السيدي يجي يجلس معايا دابا، نمشي للراساري، لا ناصري خليوه ابتسام. ما يقدرش يتكلم في هذا المستوى. جيب لي هذاك الخبير اللي دار هادشي هذا. شوف السي الوزير الرئيس سعيد ناصري فهو كلف مجموعة ديال الأشخاص بصياغة هذا المشروع هذا، فأكيد غتكون عندهم واحد الكفاءة ودراية بهذا الأمور. أنا كنعرض على هذا اللي عنده كفاءة يجي يجلس معايا يقول لي الله يخليك شنو هو الدور ديال هذا المنخرط. نمشي وسي الوزير ناخذ واحد الاتصال. مرحبا. معنا السي إلياس التومي، واحد من أبناء الوداد الرياضي ورئيس جمعية أوفياء الوداد الرياضي. السي إلياس مرحبا بك. نتا على الموبايل. سلام سي خالد، مرحبا بك. وكنرحب جميع المشاهدين تاع قناة الفيديو. فسي إلياس الموضوع ديالنا طبعا فهو فتح فريق او نادي الوداد الرياضي لباب الانخراط بثلاث ديال الصيغ. الصيغه الاولى ب 3500 درهم، الصيغه الثانيه ب 7000 درهم، والصيغه الثالثه ب 70 او ب 20000 درهم، والصيغ الثالث فهما كيمنحوا للجميع المنخرطين الحق في التصويت خلال الجموع العامة لنادي الوداد الرياضي. انت كواحد من فعاليات فريق او نادي الوداد الرياضي، كيفاش كتشوف هذا البلاغ هذا وهذا القرار هذا الصادر عن ادارة الوداد الرياضي؟ تفضل. وصراحة البلاغ هذا ما كنتش كاع متوقعه، بالحكم شاهدت انا من المعارضين على السياسة اللي غادي بها سي سعيد الناصري. ما كنتش كاع كنتوقع بانه راه غادي يحل الباب ديال الخيرات وبانه غايديروا هاد الاثمنه. صراحه راه ثمن كبير ليا هو في المتناول. في الاول كانوا داروا 3500 درهم، منو غادي كيصوتوا؟ فعلى مليون ولا دابا بهذا الثمن غادي كيصوتوا؟ يعني كيبان ليا راه هذيك المطالب اللي كانوا قالوها الجماهير، اللي غادي كيمتد بين اللاعبين. حنا ما نتكلموش حنا على اللاعبين، واش هذا اللاعب كبير ولا صغير. المهم راه جاب لاعبين ما نقصوش لهم القيمه تاع اللاعب، ماشي غير كان كيلعب شي فريق مثلا مغمور ولا شي حاجه راه ما غاديش يعطي. راه يا ما جبنا لعابه كانوا فرق كبار، راه يا ما جبنا. إلا سمح لي على التدخل، انت كتشوف هذه الخطوه هذه ديال فتح باب الانخراط بهذا السياق الثلاث فهي خطوه ايجابيه من اجل لم شمل الوداديين، من اجل اعاده هيكله النادي خلال المستقبل القريب؟ صراحه بطبيعه الحال لان هذه خطوه ايجابيه، واللي يبان فيه خطوه سلبيه راه ما عنديش غير علويد، راه عنده هو داك الشيء حساب مع الناصري. حنا ما كيهمنا لا شخص الاول، حنا كيهمنا هذيك مصلحه الوداد. حنا بالك في هذه الخطوه اللي دار السي سعيد الناصري بالك هي راه في المصلحه، بانه راه نبى الرغبات، يعني ما غادي يبداو ينخرطوا الناس حتى من هذوك اللي غادي ينخرطوا ب 3500 درهم راه عندهم الحق في التصويت. يعني انا ما بقى مزيان فهمت قميص كاع خطوه راه ماشي ايجابيه، راه جد ايجابيه وراه كتكفر لي على شي اخطاء اللي دارهم. شكرا لك السي الياس على التدخل ديالك معنا. ان شاء الله نلتقي بك في اتصال اخر وفي حلقه اخرى مباشره ان شاء الله. بارك الله فيك سي خالد. السي الوزاني كاين وداديين اللي كيشوفوا باللي خطوه ديال اداره الوداد الرياضي بفتح الانخراط فهي خطوه ايجابيه من اجل الانفتاح على جميع الفعاليات الوداديه، جماهير، منخرطين، قدماء اللاعبين. جوب انا ما غاديش نستسلم. لان دابا كانت خارجني واحد الفكره غنقول لهم جواب بحال عجبكم بحال هكا سيروا، راه يمكنين ندير لهم بحال هكا. نقول بغا يعجبكم بحال هكا زيدوا مرحبا بكم. دابا السيد كيقول لك راه ايجابيه وغادي نصوتوا. يا سيدي واش غتدخل انت للجامع العام ديال الفوتبول؟ يا سيدي واش غادي شي نهار غادي تنخرط تحضر جامع عام الفوتبول؟ ما بقاش يا سيدي جامع الفوتبول راه ما كاينش. ديك الفكره اللي عندك في الدماغ ديالك بان غتمشي للفوتبول وتجلس ويجي سعيد ناصري ويقدم عليك التقرير الادبي ويجي للخبير انوار الزين ويعطيكم التقرير المالي ويجي لوديت، هادشي راه ما بقاش.
ولكن السي الوزير خليك من معك هادشي راه ما بقاش. اسمح لي الله يخليك، ولكن مثلا لا ماشي مثلا قول لي ولكن زيد ماشي مثلا مجموعه ديال الفعاليات ديال الوداد الرياضي راه كيشوفوا هاد الصياغه هادي بهذا القرار هذا ديال فتح باب الانخراط، فهو في مصلحه النادي لنسيان الهفوات والاخطاء ديال الماضي ووضع قطيعه مع الماضي والانفتاح على المستقبل من اجل المصلحه ديال نادي الوداد الرياضي. يا سيدي مازال غادي نقول بانه تخالجني فكرة أن نقول لكم برافو عليكم مشي بحالات، لكن عاوتاني حاجة أخرى داخل مني كتقول لا عبد الرحيم ما تستسلمش، هاد الناس هادو راهم غالطين غادين في ضلال، وعقلوا على الكلام ديالي، هاد الناس هادو غادين في ضلال، وحتى أنت شريف عقل على الكلام اللي كنقول، هاد الشيء هذا راه ضلال. لماذا؟ واش أنا كنقول لكم يا عباد الله بأن الجمع العامة الفوتبول ما بقاتش، وتقول لي الانفتاح، شنو هو الانفتاح؟ نعطي 5000 3500 خليني نكمل معك الله يرضي عليك اولدي 3500 درهم تجلسني في ريميجا اش من دور عندي؟ اسمع اش من دور عندي؟ لا واسمح لي هو من لا اله الا الله الناس بحال هكا نعم ما تحكموش على الناس بحال هكا فاش تحكمت على الناس؟ تعطي 3500 في ريميجا فهي كانت ديما لا لا غير مثلا خير لا 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 تهكمت كلمة واسمح لي اسحب لا ولا اسمح لي اسحب كلمة اسمح لي في ريميجا كانت ديما شوف الله يخليك هذه الهضرة ما عندي ما ندير بها هذه المزايدة ما عندي ما ندير بها اسحب لي كلمة تهكم لا سحبت لا واش انت قل لا 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 سحب لي سحب لي غادي الله يخليك سحب كلمة وسل وزير نهائيا وسل وزير نهائيا غادي تسحب كلمة غادي تسحب كلمة تهكم عاد نزيد معك سي الوزير لا سحب كلمة تهكم عاد نزيد معك لا ما نزيدش حنا لا سحب كلمة تهكم عاد نزيد معك لا رضاك سي الوزير سحب كلمة تهكم عاد نزيد معك وسي الوزير لا إذا ما سحبتيهاش ما نزيدش معك واسمعني لا نهائيا واسمعني لا ما نسمعلكش لا قولك سحب كلمة تهكم ودابا واش حنا غنبقاو لا لا غنبقاو في هذه غنبقاو في هذه تهكم ما تهكم حتى على شي واحد انا انا ما تهكم حتى على شي مخلوق سحب كلمة تهكم انت جاوبتي دابا سي الوزان انت جاوبتي لا سيدي انا ما تهكم حتى على شي واحد انت جاوبتي لا حبيبي عندك يعني جوج ديال الحوايج يا اما غادي تسحب كلمة تهكم سي الوزان اسمع لي لا كون عندك الشجاعة باش تسحب كلمة تهكم هذه الشجاعة ملي كناقشك انا وانت كتقول لي انت كتنقص لي من القيمة ديال ما نقصتش شي قيمة انا لا ماشي قيمة باش يريحوا في الريميجا لا اشرف ديما الريميجا كتقبل منك انت ثاني تقبل منك انا تقبل مني وقبل كل شيء ولا تهضر فوق كل شيء لا اشرف هاد المزايدة هاد المزايدة ديال فوق الوداد هذه لا نقاش فيها هذا كلام مسلم فيه ما نكرش نزيدوا عليه هذا كلام ما نزيدوش عليه نهائيا المزايدة ما عندي ندير بها الله يخليك انا قلت 3500 درهم في رميجة ماشي تنقيس هذا ماشي تنقيس 3500 درهم وسحب كلمة التحكم بعدها 3500 درهم اسمعني ولدي الله يخليك تفضل 3500 درهم في رميجة 7000 درهم غادي نهزوك من فريميجا ونجيبوك الجانبيه و 20000 درهم غادي نعطيوها لك باش نجيبوك للمنصه الرسميه هذا هو اللي جا في البلاغ يا سيدي هادشي كله انا ما عندي ما ندير به راه الناس السي الوزاني ما كتفكرش فين غتريح الناس كتفكر في المستقبل ديال الوداد الرياضي وكتفكر بدعم النادي من الداخل ومن الخارج ما كتفكرش انت مقتنع بان غادي يكون ما كتفكرش فين انت مقتنع بهذا الدعم انت الناس انت والسي الوزاني انت مقتنع السي الوزاني انا هنا ما عنديش الحق باش نعطي حكم الله يخليك السي الوزاني إدارة نادي الوداد الرياضي فهي فتحات باب ديال الانخراط جمهور ديال النادي والمنخرطين ديال النادي فالكثير منهم كيشوفوا بلي هذه خطوة إيجابية من الإدارة ديال النادي نحو فتح صفحة بيضاء في المستقبل من أجل المصلحة ديال نادي الوداد الرياضي ما كيفكروش هما في الثمن وما كيفكروش في القيمة واش غيدخل المدرجات المكشوفة غيدخل المدرجات المغطاة فهم كيفكروا فدعم فريق الوداد الرياضي من الداخل ومن الخارج ماديا ومعنويا هادشي فاش كيفكروا الوداديين السي الناصري وتفضل سميتي الوزاني مش سميتي الناصري عفوا السي الوزاني تفضل انا سميتي الوزاني اسمح لي على هذا الخطا هذا اللي خارج الوزاني تفضل سيتين عماس تفضل هاكا الله يستر عليك يا شريف الزمن بيناتنا انا دابا الان يعني الاحباط وصل الاحباط وصل باش ملي غادي يجي صحفي بحال هكا بهذه القيمه هذه ويكون ويولي حتى هو داخل له الدماغ ديالو اسمح لي اسمح لي واسمح لي ودابا انا نخليك لا لا ملي دويت معك انت ما قطعتكش وسي الوزاني دويت بكل احترام انا دويت السي الوزاني ملي غادي يشري ما يشري بحال هكا الوزاني والله يرضي عليك لا وعافا والله يخليك السي الوزاني خليك من هضرتي تفضل ولكن وخليك من هضرتي تفضل ولكن خليك
الشباب لا بالاختيار وشفت شنو قلت شنو قلت شنو قلت شنو قلت غيجي صحافي اي مرحبا مرحبا اللي غتجي صحافي تقول لي بان هذا الشيء لا انت بنت الناس ديال الوداد لا انت كنت كتقيمها علاش قلت الناس ديال الوداد الناس ديال الوداد يا سيدي شكون هذه هذه هو هذا هو الله يرحمك انت كتعطي تحقيقات مع الاداره ويلو من الموسم الله يخليك انت كتحكم تحكم حكم قيمه اعطيتي حكم قيمه كتقول هذا الشيء راه مزيان قلتي التعبير ديالك قلتي هذا الشيء راه مزيان هنا كتعطي حكم قيمه ماشي كتنقل خبر هنا كتقول هذا الشيء راه مزيان يعني كتعبر عن رايك هذا ما عبرتش على رايك لا انا قلت لك انا قلت لك جماهير ناس الوداد الرياضي جماهير الوداد الفعليه الوداديه جماهير هي كتشوف هو ديال الدارين عبرت على رايك وصح لي هو انه هذا الشيء راه مزيان قلنا هذا هو النقاش حنا دخلنا حنا ما بقيناش في النقاش حنا كنا في الجدال سير وزان لا دابا انت زيتي سير وزان ما زيتش حتى شي زيتينا واش نخليك داوي وحدك السير وزان لا انت دابا زيتينا الجدال ماشي الحوار دابا السير وزان خرجنا على دور السير وزان دابا السير وزان حنا خرجنا عند دور الحوار ملي انت كتعطي انت قيمه للحديث هذيك حاجه اخرى هذا كتعبر على الراي ديالك ما عبرتش على كتقول لي بانه هذا الشيء مزيان هادشي مزيان هذا الوداديين كيشوفوا بلا الوداديين قلتي صالح النادي الوداديين قلتي الوداديين قلتي ملي ساليتي لا الوداديين قلتي ملي ساليتي الجمله ساليتي الجمله قلتي وهادشي راه مزيان الوداد هادشي هذا كنادي ديال الوداد واحد واحد من الفرق العريقه يا سيدي هاد لي زادجكتيف خليهم هاد لي زادجكتيف خليهم بوحدهم على راسي وعيني ولات الاداره ديالو كلهم هادي على راسي وعيني وداد الامه وداد كبيره وداد غليظه وداد المسائل كله جميل على راسي وعيني خلي هاد القيمه هادي بوحدها ما بقاش نناقشوها هادو مسلمات لا نقاش فيها بلا ما نزيدوا عليها نرجعوا الله يخليك الحوار ديالنا ونحبسوا الجدال ما يكونش تفضل 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 راه كلشي امامك انا كنقول لك الله يخليك اولدي انا كنتكلم معك بالقانون كنتكلم معك بالقانون بغيتو تفهموه مرحبا ما بغيتوش تفهموه لا غير القانون الجديد القانون 309 الماده 8 كتقول لك الجمعيه المعتمده شكون هي الجمعيه المعتمده هي نادي الوداد الرياضي متعدد الفروع تفخيم تفضل لا لا غير تفضل انت دابا باش تعبر على 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 الراي ديالك هذا ماشي راي هذا قراءه قانونيه هذه قراءتي القانونيه تفضل ماشي قراءتي انا قراءه القانون تفضل السي الوزير الماده 8 كتقول لك بانه الرئيس ديال الجمعيه الرياضيه متعدده الانشطه اللي هي معتمده من طرف الوزاره من طرف القانون يعين رئيسا منتدبا على الفرع معنى ان الفرع ولا عنده رئيس منتدب تابع لمن رئاسه نادي متعدد الانشطه يعني الفوتبول ماشي جمعيه مستقلة لا هو غير فرع من جمعية قبل كانت عندها جمعية من شو طبقا لقانون الحرية عام 58 ظهر الحرية عام 58 بموجبها كتعمل الجمعة العامة ديالها بناء عليها كتعمل الجمعة العامة ديالها كتعمل تقرير تقدم تقرير أدبي كتقدم تقرير مالي يتم المناقشة ويتم التصويت هادشي اللي كان قبل هادشي راه ما بقاش المنخرط الآن اللي غادي ناخذ من عنده 3500 درهم رجعوا نقولها مخاطبكم مشغول حاليا المرجع الجانبيه ويجلسك في الرسميه ب 20000 درهم تفرج فاش في الدوري البطوله الوطنيه اذا كان مخاطبكم مشغول حاليا كان كل الدوري ديال كاس افريقيا سواء الشامبيونز ليغ ولا الكاس ما تفرجش فيه هل حنا سالينا الله يخليك تصويت في الجمعه العامه الله يرحم لك الوالدين الشريف غدا غنديروا منخرطين يا 3500 درهم تصوتوا في الجمعه العامه كما كيقول البلاغ مرحبا هاد 3500 درهم دخلوا انخرطوا عندنا 5000 البشر 5000 يجيو مرحبا بهم ولا لا يجيو مرحبا بهم 5000 في غادي ندير الجمع العام الو السلام عليكم الو السلام عليكم اسمح لي السي الوزاني ناخذ واحد الاتصال السلام عليكم سيدي خويا بخير صحه مزيان مرحبا بك انت في بث مباشر بخصوص موضوع ديال فتح نادي الوداد الرياضي لباب الانخراط تفضل لا خويا انا مشجع اول حاجه مشجع الفريق الجيش الملكي فهمتيني انا زدت هاد النمره ديال 88 بحال القناه ديالكم اتهمتني بواحد الاتهامات اللي ما كاينينش فاسمح لي الاخ ديالي غنحاولوا نعاودوا نتصلوا بك في وقت ماشي موضوعنا هو هذا ماشي موضوعنا ان شاء الله خويا ان شاء الله الوداد الرياضي مع السلامه ان شاء الله خويا سير وزاني باش الوقت كي الوقت كيدهمنا انت كواحد من الوداديين من المحبين ديال نادي الوداد الرياضي سبق لي كان عندك منصب في نادي الوداد الرياضي ترشحتي لرئاسه نادي الوداد الرياضي كيفاش كتشوف القرار ديال فتح الانخراط
بهذا السياق الثلاث عجاله سلوى السعر. انا ما غاديش نخرط لان هذا الانخراط هذا انا منخرط سابق بعد اولا انا ما كنحتاجش للانخراط، انا الا كاين شي حاجه سميتها تجديد الانخراط في حقي. هذا فقط هذا باش نوضح لك الامر، هذا الانخراط اللي كنتكلموا عليه هو حاجه اخرى ما كتعنينيش. ثانيا ولو انا كنت جديد انا بهذه الصيغه هذه ما نخرطش. الا رجعوا قبيلا كما قلت لك بانه الا درنا 3500 درهم بهذه المساله هذه وسلمنا بهذه المسلمات اللي كتقولوا عليها انتم كاني دابا 3000 تفضل تفضل خمس جانا 5000 منخرط في غدير جمع عام هذا الجمع العام في غديروا هذه هذه فرصه من اجل القاعده ديال راه ما كايناش هذه الفرصه اصاحبي راها ما كايناش. علاش ما كايناش؟ ما كاينش جمع عام ديال الفوتبول باش تحضروا ليه الله يهديكم. واش غتحضروا في الجمع عام الفوتبول؟ دابا جاوبني انت تفضل تفضل انا ما عندي باش نجاوبك انت اللي غتجاوبني انا كنطرح اسئله وانت دابا دابا ملي غادي ينخرطوا واش غادي يحضروا في الجمع عام ديال الفوتبول؟ هادو اللي غادي يخرطوا هنا واش غيحضروا في الجمع العام ديال الفوتبول فقط. انا كنسولكم نتوما واش ملي غتعطيو 3500 درهم عندكم ضمانه بان غادي يكون جمع عام ديال الفوتبول كره القدم وغتحضروا الجمعه العامه وغتناقشوا وغتصوتوا؟ هذا السؤال بسيط جدا. خلينا من المزايدات والكلام ديال 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 الشعب وهي معني ما ندير به الله يخليكم انا كتوجه لكم نتوما سيروا نخرطوا 3500 درهم ولكن قبل ما تنخرطوا شوفوا الضمانات. الو السلام عليكم. شنو هما الضمانات؟ شنو هما الضمانات؟ شنو هما الضمانات؟ الو وعليكم السلام. باش انكم تشاركوا في الجمع العام ديال الفوتبول وتكون عندكم الحق ديال المناقشه وديال التصويت. سيروا عند هاد الناس اللي داروا هاد الصيغه هادي، هاد رجال القانون اللي كيتكلموا عليهم هاد الناس هادو اللي داروا هاد الصيغه ديال البلاغ او داروا هاد المشروع، سيروا سولوهم. وانا هاد الناس هادو انا اتحداهم انهم يجيو معايا هنا ونناقشوا اشنو هما الايجابيات وشنو هما السلبيات ديال هذا البلاغ. تفضل الشريف. ناخذ واحد الاتصال اخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام خويا صباح الخير. الاخ ديالي فالموضوع ديالنا لهذه الحلقه فهو نادي الوداد الرياضي كيفتح باب الانخراط بثلاثه ديال السياق. تفضل اعطينا الراي ديالك في هذا الموضوع هذا. طبعا كيحضر معنا السي عبد الرحيم الوازن. تحيه ليك وتحيه لقناه شوف تي في وتحيه للضيف ديالك السي عبد الرحيم الوازني. تفضل. واخويا كل واحد هذا شي حاجه زوينه بالنسبه للوداد وبالنسبه لجماعه الفرقه يكون واحد الخيرات ويكون واحد ديما يكون واحد الجمهور عنده علم بشنو كيوقع داخل مكاتب المسيره جميع الفرق. واللي كان اللي كنطلب انا اللي كنتمنى ان شاء الله من القدام يكون التقرير المالي يكون مجموع فيه تقريبا كل شيء باش يعرف الجمهور الفريق فين زعما واش الماليه قهوه يعني المال قار زعما واش عنده مداخيل شنو هو عنده شنو هو اللي باقي شنو هما الديون اللي عنده باش الجمهور يكون ديما على درايه يكون على درايه بالماليه ديال الفريق ديالو. الاسم ديالك؟ اه ذكرني بالاسم ديالك. مروان من كازا. انت السي مروان واش متفائل بهذا القرار هذا ديال اداره نادي الوداد الرياضي؟ والله بكل صراحه الخيرات هو اجباري خاص يكون شحال هذا كان سد ضروري اي فريق محترف خاص ضروري يكون مخرطين ويفتح على القرار هذا هو فرصه لملمة شمل الوداديين اداره منخرطين وجماهير من اجل فتح صفحه بيضاء وخذ خطوه نحو الامام لمصلحه الوداد. الا ما كانوش منخرطين يعني ما كايناش واحد الديمقراطيه الخيرات والمنخرطين كيكونوا خاص ضروري يكونوا في النوادي وحتى هما كيكون عندهم واحد الاراء وكيكون عندهم واحد الكلمه وان شاء الله كنتمنى جميع الفرق الوطنيه يمشوا على هذا المنهج ويكونوا منخرطين في مستوى ويكون النادي ديما نشوفوا النوادي المغربيه في الامام ان شاء الله. شكرا لك السي مروان فكنتي معنا على المباشر. فباش نرجع السي الوزاني راه كاين عدد كبير من الوداديين وطبعا كاين الناس اللي كيعارضوا هذا الامر هذا كل واحد ومن المنظور ديالو كيفاش كيشوف هذا القرار هذا. باش نختموا السي الوزاني واش انت في الاخير واش كتشوف هذا القرار هذا في صالح نادي الوداد الرياضي والرؤيه ديالك للمستقبل ديال الوداد؟ انا كنشوف بانه كنتكلم على راسي واخا انا كنتكلم على راسي وانه انا ما غاديش نخرط لو كان عندي انا الامر بين يدي باش نخرط بهذا الاسلوب بحال هكا ما نخرطش. علاش؟ لان الانخراط هذا اللي غادي يديني انا المكتب المديري ديال متعدد الانشطه ما عندي ما ندير به، متعدد الفروع ما عندي ما ندير به. انا كان عندي واخا نكمل معاك. الفروع الاخرين ماشي مهمين
واش انا قلت كلمه مهم ولا ماشي مهم؟ سولتك انا هذا السؤال. لا قبلت انا هذا السؤال. طرحتي سؤال؟ تفضل. طرحتي سؤال تفضل. لا اسيدي كلهم مهمين. غير انا باغي الفوتبول. انت باغي الهوندبول؟ سير الهوندبول. انا ماشي قلت انا مهم ولا ماشي مهم. لا خويا كل واحد يختار اللي يبغى. غير انا الطريقه دابا ديال هذه ديال هذا الانخراط كيف ما جاء في هذا البلاغ، كيف ما جاء في هذا البلاغ. انا لا تناسبني وما ندير ما غنديرهاش. علاش؟ لان واحد كتب هنا جميل قال لك بانه ب 3500 غنتفرجوا 15 مقابله جاتنا ب 230 درهم المقابله. سيدي مرحبا غندعموا الوداد ندعموا الوداد، لكن قول لي بحال هكا ندير ندعموا بحال واحد قال لك بان عندنا 2000 ولا 150 الف منخرط في الزمالك. نعم عندهم 150 الف منخرط في الزمالك، هذوك غير كيدعموا النادي حبا في النادي، ما كيطلبوا لا مراقبه ماليه ولا تصويت ولا هم يحزنون. لي سوسيو اللي كاينين في اللي كاين في برشلونه ولا كاين في مدريد الدور ديالهم هو هذا، معروفين شنو هما لي سوسيو، حبا في النادي كيخلصوا داك الشيء وكتعطي لهم واحد البطاقه كيدخلوا بها للملعب، كيعملوا اون كومبونساسيون ما بين الملعب وما بين الدعم وما كاين، والامور غادا بحال هكا حبا للنادي، ويلبس قميص ويشتري قميص ويدير كذا، حبا في النادي هذه متفقين. اما باش تجي تقول لي الصيغه ديال المنخرط اللي كانت في الفوتبول قبل اللي كتشوفهم في الجمهور العامه كيهزوا يدو كيناقشوا، الشريف راه ما بقاتش نهائيا، ما بقاش مره. الماده 19 من 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 النظام الاساسي النموذجي كتقول بانه المكتب المسير للفرع يتكون من رئيس منتدب وامين المال. شكون عنده علاقه هذا؟ هذا هو اللي غادي يكون، خليني نرجع معكم. هذا هو المكتب المسير ديال نادي الفرع كره القدم، ديال الفرع كره القدم بخصوص، شنو غيكون على الدور ديالو؟ هذا الرئيس المنتدب امين المال اللي معاه بجنبه هما تابعين للمكتب متعدد الفرع، فهمناها؟ مرحبا. هذا هو اللي غيكون المخاطب الرئيسي مع الشركه الرياضيه اللي غادي تدبر الشؤون التجاريه للفرع. كنتكلم بلغه سليمه وواضحه باش نفهموا. نعاود الوزاني الوزاني معنا واحد الاتصال ناخذ. لا خليني نكمل هذا العرض. هذا ناخذ اتصال وناخذ رأي ديال الجمهور. الو السلام عليكم، تفضل سيدي، شكون معنا؟ السلام ورحمه الله خويا، معك عبد المجيد ولادي مدينه مشرع بالقصيري. مرحبا بك سي عبد المجيد، تفضل. الموضوع ديالنا هو الوداد الرياضي فكيف تح باب الانخراط بثلاثه ديال السياق، تفضل. وتنتمناو من انخراطكم ان شاء الله يا ربي في المستوى، تنتمنى ان شاء الله يدوز داك الشيء بروح رياضيه ويدوز داك الشيء مزيان. وفريق الوداد راه فريق كبير الحمد لله، بعدا ما عندناش ازمات، ما عندناش مع الفريق ديالنا غادي في الخط مستعد. يعني انت متفائل بهذا القرار هذا ديال اداره الوداد؟ متفائل، انا متفائل الحمد لله، احنا متفائلين مده كبيره، سنوات طويله الحمد لله، والوداد تتوج بالالقاب، وداد فرح كبير، وداد اللي ما نخافوش على المصيري الحمد لله، راه كيسمع الجماهير وكيسمع الناس المسؤولين ديال الوداد، هذا هو الرئيس، هو هذا راسو صغير الحمد لله. ونتمناو من الجماهير تساند فريق الوداد البيضاوي، الحمد لله الوداد فريق الوداد البيضاوي فرح كبير. الحمد لله غادي ان شاء الله بعد العام نتوجوا ان شاء الله بالالقاب. شكرا لك سي عبد المجيد، كنت معنا في هذا البث المباشر. نرجعوا لك سي الوزاني، الوقت فهو كيدركنا، قربنا من نهايه هذه الحلقه هذه، فكلمه اخيره. لا كلمه خصني نكمل بعد اول الشرح، كنتكلم عليه الشرح القانوني، هو انه كما قلت لكم اخوه الوداديين، انا كنقول بانه القانون دابا كيف ما هو، والاعتماد اللي عند الجمعيه الرياضيه ديال الوداد متعدد الفروع كما شرحناها. نرجعوا نقول لكم بانه فرع كره القدم يا ساده يا حضار عليه رئيس منتدب يعينه رئيس ناصري اللي غادي من مكتب متعدد الفروع، وبجانبه غادي يكون امين مال. هاد الجوج هادو هما اللي غادي يكونوا العلاقه المباشره ما بين الشركه الرياضيه وما بين المكتب متعدد الفروع. هاد الشركه الرياضيه اللي كنقولوا راه ماشي الجمعيه غتولي شركه، لا الشركه تنشا لتدبير المسائل التجاريه للفرع. بموجب واحد الاتفاقيه كتوقع الشركه عند نشاتها مع من؟ مع نادي متعدد الفروع. على ذكر تعدد الفروع في نادي الوداد الرياضي، فكاين واحد الكومونتير جميل ديال السي حمزه، فهو كيقول الوداد الرياضي ما فيهاش غير فرع كره القدم، وكنحبوا جميع الفروع. أكيد
عند كاين عند عندنا قلنا شي حاجه اخرى في العفزيره هذا تفضل انت غير لا حنا كنحبوا الشري كنبغيو كنبغيو الوداد ديال ليبول كنبغيو الوداد ديال بينبون كنبغيو الوداد ديال بين بينبون كاع الفروق اللي كتحمل شعار الوداد حمراء وبيضاء حنا معاهم سالينا كاع الفرق اللي كيحملوا حمراء وبيضاء حنا معاهم لا نقاش فيها رجع الكلام ديالي احسن حتى الوداديد ديالك السي الوزداني باش واحد ما يحيي ذلك لا نهائيا تفضل لا نهائيا رجع على سيدي نقول بانه الاخوان اللي كيسمعونا الان وانه الوداد الفرع كره القدم اللي كنا كنشوفوا كما قلت ديك الفرع ديك الجمعه العامه راه ما بقاتش وليكم نتوما واسع النظر سيروا نخاطوا ديروا اللي بغيتكم شغلكم هذاك دعم النادي انا متفق معك الا كنتو غادي نقولوا انا متفق ندير واحد الدعم سنوي من هنا نديروه سنويا نعطيو 10000 درهم لواحد واخا وحتى بدون مقابل ولكن باش تجي تقول لي غتصوت في الجمعه العامه وتوهمني هذه المساله ديال فرع كره القدم غنحضر فيه وغادي نخير راسي بانني كنصوت على التقرير المالي وكذا وكذا هادشي انا ما دوشت عليها المساله هذا من جهه من جهه ثانيه من اجل التوضيح اكثر الكلام اللي كنقول الان حبذا لو انه حبذا لو اننا كنعرض عليك انت نيت هنا يجي السي مدح ياك مدح هو رئيس اللجنه ياك مدح هو رئيس اللجنه انا كنوجه ليه الدعوه الان السي مدح الله يخليك كنت نعرف بانك عندك كفاءه قانونيه اجي نجلسوا هنا ونشرحوا لهاد الناس هادو شنو هو المصير ديال العلاقه ديال المنخرط مع النادي هاد الدعوه موجهه لك تفضل ناخذ اتصال السي الوزاني الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله الاسم ممكن تشرفنا بالاسم ديالك يوسف من كازا تفضل سي يوسف النقطه اللي قالها السي الوزاني اللي معاك قال بان فرع كره القدم هو اللي كيهمه اول حاجه حنا نادي الوداد الرياضي ونادي الوداد الرياضي التاسيس ديالو كان في السباحه اذا كاع الفروع كيهمه وطونك الوينرز واقفين على هذا الخيرات هذا حنا كنتيقوا 100% عندنا 1000% تيقين في هذا البروجي والخيرات باش نقول لك باش تكون 5000 ولا 10000 كاينه كاين التصويت اون لين كاين بلوزيور تريك عام 2020 ماشي ضروري خاص الحضور الجسدي يكون كاين كاينين بزاف الطرق باش نصوتوا وكاينين بزاف ديال الحوايج ومازال الخيرات يلاه في الاول ديالو دابا راه غير لونسا وكيفاش غيكون الخيرات مازال غادي يخرجوا كيفاش غيكون التصويت كيفاش غيكون الحضور في الجمعه العامه كيفاش هادي وكيف ما قلت لك حنا طونك كاين الوينرز انا مامن بهادشي 100% شكرا لك شيء وغنحاول نكون العدد اللي خيالي في الخيرات ان شاء الله شكرا لك ديما يا صفا وي كنسمعك الله عليكم اخويا الو سيدي انا بغيت نجاوب الاخ الو وي انا نسمعو في اللايف داكور يلا مرحبا تفضل السي الوزاد بعد اولا احنا مع الوداد 100% وهو البورسنتاج غير 100% راه كافي لان 100% هي القيمه الاعلى ديك 200% و 300% راه غير مبالغه في التعبير هو القيمه المعروفه في حسابيا 100% هو القيمه الاعلى اذا احنا 100% مع هذا الوداد 100% مع الوينرز نعم مع الوينرز لكن الوينرز الان انا كوجهت لهم كلام انا ملي كنتكلم على الفصائل وكنتكلم على الجمهور حتى هما كنتكلم معاهم يمشيو يجلسوا مع هاد الناس هادو ويراجعوا البلاغ انطلاقا من الكلام اللي قلت انا ويشوفوا شكون اللي عنده الحق واش انا ولا هذوك الناس وباش نرفعوا كل لبس انا موجود الان جيبوا ممثل ديال الوينرز وجيبوا السي مداح اللي مشرف على هذه اللجنه هذه ونجيو نناقشوا هذا الموضوع ديال الانخراط بحيثيته وبناء على مقتضيات القانون ونوضحوا تكون الصوره واضحه للوداديين لان دابا كنتكلم غير بوحدي انا ما بغيتش نتكلم غير بوحدي انا بغيت نتكلم مع رئيس اللجنه اللي دار هذه المساله ومع ممثل الوينرز السي الوزاني فوصلنا لنهايه هذه الحلقه المباشره كنشكرك على الحضور ديالك معنا والنقاش اللي دار في هذه الحلقه فهو ما كينقص من الاحترام ديالنا ليك وكذلك من احترامنا للجماهير نادي الوداد الرياضي نادي الوداد الرياضي اللي نذكر باللي فتح باب الانخراط امام الوداديين بثلاثه ديال الصياغ مشاهدينا كنضربوا لكم موعد قادم ان شاء الله فكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير والى اللقاء